بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم وقعنا مع شركة جاهز لتوصيل الأطعمة، هذه المنصة السعودية الرائدة اللي اليوم وقعنا معها. إن شاء الله كالعادة نقول إن تكون فيها هالشراكة فائدة ومصلحة لشركة أو تطبيق جاهز ونادي الهلال من حيث العوائد المادية. إحنا كإدارة أو الإدارات السابقة أو كل الهلاليين، إحنا بس حب أكد على أننا بقيادة رجال على قلب رجال. هذه دائما أنا أكررها، هذه الأبيات اللي ذكرت سابقا من قبل أحد أهم المشجعين والمتابعين والمحبين لنادي الهلال. فهذا الكلام اللي أنا أقوله بسبب أنه عمل الإدارات الهلالية مكمل لبعض، فأنا واثق كل الثقة وشاكر كل الشكر للإدارة السابقة والإدارات السابقة على دعمهم لأي إدارة تأتي بعدهم، وهذا الأشياء لمسناها منهم. وإن شاء الله بعد ما إحنا نخلص فترتنا إن شاء الله الأربع سنوات نكون مكملين للإدارة اللاحقة، ولا نرجو فضل أو شكر على عمل نقوم فيه لخدمة هذا الكيان. فالسبب الرئيسي لقدوم هذه الشركات وهذه الرعايات وتحقيق الدخل المادي الكبير هو هذا الكيان العظيم وجماهيره. فهذا حبيت أني أتطرق لها هذا الموضوع، وحب أكد لهم أننا هدفنا الارتقاء في نادي الهلال من حيث العوائد والمداخيل المادية، وإن شاء الله هذه العوائد المادية والمداخيل الاستثمارية لنادي الهلال تحقق تطلعات الدولة الرشيدة ورؤية 2030 من حيث تكون صناعة الرياضة في المملكة العربية السعودية رائدة في الخليج العربي والوطن العربي وقارة آسيا. وهذا هدف من أهداف هذه الإدارة أيضا، بناء القاعدة الجماهيرية في قارة آسيا وفي العالم بإذن الله. فختاما إن شاء الله نتمنى لنادي الهلال مزيد من العقود الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية التي تعود إن شاء الله بفائدة على هذا الكيان وجماهيره. شكرا لكم.